إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا أستاذ فؤاد، كلمتين وبس كانوا أجمل كلام، كانوا الكلمتين بيأثروا في الناس. النهاردة الناس محتاجة كلام كتير، كلام يغير حاجات كتير، حاجات كتير قوي يا أستاذ فؤاد. هذا البرنامج برعاية وزارة التضامن الاجتماعي. التليفون غير شكل العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية في العالم، وغير في نفس الوقت شكل العلاقات الإنسانية. المفروض أن التليفون ده آلة توصلك بالناس أو توصلك بالشكل، آلة اتصال، أداة نقضي بيها مصلحة أو نبلغ بيها رسالة. ده المفروض. أيوة ده المفروض يا أستاذ، بس مش هو ده اللي بيحصل دلوقتي في حياتنا. الناس بتستخدم التليفون استخدامات تانية، استخدامات مش هتتخيلها. وكلامي مش بس على التليفون الأرضي بتاع زمان، لا، ده دلوقتي في تليفون محمول مع كل واحد، محمول لكل مواطن، وبرضو الناس بتستخدمه غلط. دي آخر حاجة إن هم يستخدموه في مكالمة مهمة علشان يقضوا بها مصالحهم. التليفون ده مفروض الناس تستعمله صح، يعني نتكلم فيه علشان نطمن على صحة حد، أو نبلغه رسالة، أو نكلفه بمهمة، أو نتفق معاه على شيء. كل ده موضوع ما ياخدش دقايق. المشكلة بقى إن التليفون بيستخدم استخدام تاني. بيستخدم يا أستاذ بديل للزيارات، بديل للتواصل الإنساني الطبيعي. مكالمة التليفون دلوقتي يا أستاذ فؤاد بقت بديل لأن الناس تود بعضها وتسأل على بعض زي زمان. دلوقتي الناس بدل ما بيروحوا يزوروا أصحابهم وأهليهم في مستشفى، يعزوهم في وفاة أو يباركوا لهم في فرح، بقوا بيكتفوا بمكالمة. أنا أعرف ناس بدل ما بيزوروا أهليهم، الأب أو الأم اللي كبروا وعايشين لوحديهم بقى بيكلموهم يدوب بالتليفون، وياريت حتى يكلموهم، ده بيبعتولهم أحيانا رسالة على الواتساب وبالكتير قوي فويس مسج. ما هو دلوقتي الواتساب والفويس مسج بقى هو الموضة يا أستاذ، وللأسف للأسف ناس كتير بطلت تشوف بعض، بطلت حتى تكلم بعض بالتليفون زي زمان. احنا دلوقتي عايشين في عصر العزلة والوحدة يا أستاذ فؤاد، كل واحد لوحده عايش مع نفسه، واخد موبايله في حضنه وعايش جواه. احنا عايشين في عصر كل الناس بتشتكي من الناس. الناس بقت وحشة، بقت مادية، بقت كذا، بقت كيت. طبعا في جو زي ده ضروري الناس تحس بالوحدة. الوحدة دي مشكلة. تتحل ازاي المشكلة دي؟ تتحل بالكلام في التليفون. الو، ازايك؟ انت اخبارك ايه؟ عارف انا مين؟ طب حذر فذر انا مين؟ كويس انك عرفتني. طالبني ليه؟ مش طالبك لحاجة ابدا، حاسس بوحدة وقلت ما فيش غيرك هو اللي بيسليني. ده كان زمان وجبر يا استاذ. اللي بيحسوا بالوحدة دلوقتي بيلعبوا جيمز على الموبايل، بيصطادوهم حد في بلد تانية يدردشوا معاه بالساعات، يخشوا يكتبوا بوستات على الفيسبوك، يغلسوا على حد كاتب حاجة ما عجبتهمش، ينموا على حد، يتنمروا على حد، يضربوا خبر بالكذب على فنان أو فنانة أو مسؤول أو مسؤولة. على أيامك يا أستاذ كانت المشكلة مش بس هي الرغي في التليفون، دلوقتي مشكلتنا بقت ازاي نمنع الناس الوحشة من ممارسة الشر بالموبايل، من استخدام التليفون كأداة لارتكاب الجرائم. ده طبعا غير تليفونات الحب. الحب حباله طويلة طويلة وكلامه كتير، والوقت بيمر فيه زي السحاب، ما تحسش انك اتكلمت ساعة ولا ساعتين. يا ريت والله يا أستاذ، يا ريت كانت المشكلة بس. اقول ايه، مكالمات الحب الطويلة ده دلوقتي الناس بتسجل لبعض المكالمات. تخيل الناس بتسجل لبعض المكالمات ونسوا ان المجالس ليها امانات،
بيصوروا رسائل الواتس أب بينهم وبيستخدموها للتشهير. دي الحكاية كبرت ووسعت خالص يا أستاذ فؤاد، وبقيتش بس تضيع وقت وراجي على التليفون. باختصار التليفون بيستخدم استخدامات كتيرة قوي دلوقت، خصوصا في العالم الثالث، حيث الوقت كتير وببلاش ومش من ذهب ولا من صفيح. ما هو الناس مش فاهمة ان الدنيا اتغيرت والوقت بقى بفلوس. الوقت يعني شغل، انتاج، عمر بيضيع ومش هيتعود تاني. مفروض ان الدنيا اتغيرت، مفروض ايقاع الناس يسرع، مفروض نعرف قيمة الوقت، مفروض نحس باهمية الاختصار. احنا بنلوك كتير وبنتكلم كتير وندردش كتير وبننسى روحنا. والله يا استاذ فؤاد، بننسى روحنا وبنضيع فلوسنا وعمرنا على حتة حديدة في ايدينا، وهي في الاخر مجرد تليفون، مش كده؟ ولا نقول كمان اتبرع لابناء مصر من الايتام على حساب بنك ناصر الاجتماعي 22-1-24 تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي. كلمتين وبس. فؤاد المهندس، عمرو الليفي، احمد بهجت، محمد الشبه، تامر حسني.